لابد أن نعي جميعا أهمية الدور الذي يقع على الأزهر والكنيسة نحو مصر وأبنائها، لما يحمله الدين من تأثير عميق داخل الإنسان المصري. فكما نعرف جميعا أن المجتمعات الشرقية تتميز بشكل عام بارتباطها بالدين وتأثيره الكبير في تشكيل أفكار الإنسان ودوافعه وبالتالي سلوكه، ومصر بصفة خاصة على مر تاريخها نجد هناك ارتباط وثيق بين الإنسان المصري وما يؤمن به من عقيدة. فالمصري القديم هو أول من عرف المجتمع والاستقرار والحضارة، ومع الحضارة كان المصري يتأمل ويبني عقيدته.